لأعرفكم على جولة إزالة الروح الجوي الملكية بولاية فيكتوريا. هذه أول سنة تكون الجولة الملكية باسم الجد كنائس كنيسة ماريوسن، كنيسة ماربولوس وبطرس وكنيسة مونديانز. هذه أول مبادرة نكون كلياتنا كجولة مشتركة. فيدي أقول لك الأعضاء الجولة ثانكيو على تعبكم، وبنفس الوقت بدي أعرفكم على قائد الجولة هو زينب فؤاد حرانة. بدو زلفيك فؤاد من أكثر من 25 سنة، من أكثر من ربع قرن هو يتزاول الموسيقى البيزنطية معلما ومرتلا، عنده أرشيف كامل للتراتيب البيزنطية، وأعطانا بالوقت والجو المشترك. والحقيقة بالتزامكم وبمحبتكم رح تسمعوا شيء حلو اليوم. قبل ما أعطيهم الميكروفون بدي أقول لأمي العذراء، يا أمي العذراء سامحينا إذا صرنا طوائف، سامحينا لأنه صرنا كنائس، سامحينا لأنه قبل ما تركتي الأرض ابنك سيدنا يسوع المسيح قالنا إنه خدوا أمكن على البيت، بس نحن أخذنا أمنا على البيت وكل مين عمل مثل ما هو بده. أنا بتمنى بهالليلة بهاللقاءنا كل الكنائس إنه نبلش طريق جديد، بإنه كلنا نكون كل حدا بكنيسته زهرة حلوة بهالمستن. عارفين؟ ومن هون رايح بدل ما نغار ونحسد، خلينا لما بنطلع ونلاقي وردة حلوة مفتحة نقول يا ربي كبرها ويا ربي نميها، وإن شاء الله كل كنائسنا بحماية العذراء نرجع نكون كنيسة واحدة.